ما هو الشيء الذي كلما خطى خطوة فقد شيئا من ذيله؟ الجواب: الإبرة. درجة حرارته ثابتة سواء وضعته في الثلاجة أو على النار. الجواب: الفلفل. ما هو الشيء الذي يمتلك 4 أرجل ولا يستطيع المشي؟ الجواب: الكرسي. ما هو أسرع شيء في الكون؟ الجواب: الضوء. حامل ومحمول، نصفه ناشف ونصفه مبلول. الجواب: السفينة. ما هو الشيء الذي يأكل ولا يشبع؟ أجب داخل التعليقات وشكرا. ما هو العمر الافتراضي للذباب؟ الجواب: 28 يوما. ما هي الحشرة التي لا تطير يوم الجمعة؟ الجواب: فرس النبي. ما هي الحشرة المخلوقة من الزجاج؟ الجواب: النملة. ما هو الحيوان الذي خلق من الشيطان؟ الجواب: الجمل. ما هو الحيوان الذي خلق من الريح؟ الجواب: الحصان. من هو النبي الذي يحبه إبليس؟ أجب داخل التعليقات وشكرا. من هو القائد الليبي الذي حزنت الأمة العربية على استشهاده؟ الشهيد معمر محمد عبد السلام القذافي المعروف باسم العقيد القذافي كان سياسيا وثوريا لليبيا. حكم ليبيا لأكثر من 42 سنة، أولا كرئيس مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية سنة 1969 إلى 1977، بعدها صار يعرف بالأخ القائد وعرف عنه الشجاعة ونصرته للقضية الفلسطينية ونضل من أجل العرب والأمة الإسلامية.